ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على التوقعات العاطفيه لشهر سبتمبر لعام 2021 لاصحاب برج الجدي. برج الجدي الوضع العاطفي عندنا قد ايه هيكون مهم كتير. بعد نوع من انواع الخلافات، نوع من انواع المشاكل، نوع من انواع الامور الجدليه وعدم التفاهم مع الحبيب، الا ان بنبقى عندنا نوع من انواع من بدايه شهر سبتمبر، نوع من انواع بدايه للتفاهم، نوع من انواع ان احنا جذابين اكتر للشريك في تفاهم، في ان احنا بنقعد مع بعض عتاب، بنحاول نصلح خلافات، معالجات لكتير من الامور. قد ايه عندك كمان احساس بالشخص او الشريك جدا جدا، هيكون ان انت بتحسه، بتعمل له نوع من انواع التخاطر، اللي هو بتعرف تتكلم كمان معاه، لسانك قد ايه حلو يعني مدعوم، يعني قد ايه هتحس ان انت لا بعرف اغازله وبعرف اتكلم. غير كده ان هيكون عند اصحاب برج الجدي كامور حياتيه موقف ما بيبدا ان الشريك بيبدا ان هو يقف بجانبك كتير، وانا بتكلم على الناس اللي هم مرتبطين. يعني برج الجدي هيكون عندك مشكلة أو حاجة معينة بتمر بيها، هيكون الشريك بيقف معاك. ومن هنا ده برضو أقدر أقول إن فكرة إن زي شبه يعني مصائب عند قوم فوائده، لا فعندك ده يعني في حاجة أنت ممكن تمر بيها سلبية، ولكن أنت هتلاقي إن الشريك بيقف معاك ويدعمك ويسندك، فتحس بقيمة الشريك وتحس إن هو واقف معاك وسندك، وتحس إن الموقف ده كأنه حصل عشان الشخص ده يقرب منك ويعوضك. فعندك ده جدا جدا، دي أغلب الحاجات اللي هتكون مطروقة على الناس المرتبطين. طيب بالنسبة لي حاجة تانية مهمة جدا جدا، لو هتكلم على الوضع العاطفي للناس اللي مش مرتبطة، انت عندك جاذبية قوية جدا، لان الشمس موجودة في موقع برج العذراء، وده بالنسبة لك قد ايه بيكون داعم لك، لانه برج ترابي زي ما انت برج ترابي، وبيدي لك نوع عارف فكرة اللي هو انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي، انت بالظبط كده، فانت وهو ابراج ترابية فبيخدمك كتير وبيساندك كتير، وانت برضو شخص جذاب والعين عليك بشكل قوي. عندك في اطار مهني متقلب، لا بيبدا ان هو يحصل فيه تقدم وتقابل مع الاخرين. بنتكلم على التوقعات العاطفيه، ولكن اللي انا عايزه اقوله ان انت عندك حب جاي من الامور المهنيه او من مكان ليه علاقه بامر دراسي، فانت عندك فيه او تثقيفي بمعنى اصح، فانت عندك في شخص بيكون معجب بيك كتير، في شخص بيقدر ان هو انت بتكون جذاب قوي قوي ليه، بيبقى عايز انه يتواصل معاك اكتر ويقرب منك اكتر، فبتبدا ان انت تزداد ثقتك في نفسك، بتبدا ان انت تحس ان انت روحك قد ايه حلوه. طيب بالنسبة لي الناس اللي هم في قرار او في علاقة عاطفية هم مش حابينها وكانوا في علاقة قبل، او كانوا في علاقة قبل يعني اقدر خلوني اقول كده، لو هم كان عندهم علاقة قبل، كانوا علاقة كان نفسه فيها كتير او كان بيتمناها كتير او بتتمناها كتير، والشخص ده حولنا علاقتنا من حب لعلاقة صداقة، هترجع العلاقة دي تاني يبقى فيها ان الشخص ده عايز يرجع لك، الشخص ده عايز يقرب منك، الشخص ده عايز ان هو يعني يبقى متجاوب معاك او يبقى حبك او. فلو انت مش مرتبط حاول على قد ما تقدر انك انت لو عايز تدي فرصة للشخص ده مرة تانية فكان بيها، يعني قدامك فرصة انك تعوض الخسارة او اللي انت الحاجة اللي انت بتتمناها. لكن حتى لو انت في علاقة مش بتحبها حتى ورجع لك الشخص ده تاني، فلازم تكون حذر كل الحذر، لان الخسارة هتبقى كبيرة جدا جدا عليك، فلازم تركز وتفصل الامور بشكل واقعي اكتر وبشكل ما يجيش عليك او على طرف من الطرفين. حاول تعمل ده جدا جدا يا برج الجدي، اوعى تجري او تروح ورا مشاعرك بس، ورا شخص انت كانت مشاعرك كلها ليه، ولكن الشخص ده سابك وغدر بيك عشان فلان. خلي بالكم وركزوا قوي قوي، اصل احيانا كتير بيبقى قلبنا عشان احنا حابين الشخص ده فما بنشوفش العيوب اللي عملها فينا ولا الظلم اللي ظلمه لنا، فنبدا احنا نظلم فلان عشان خاطره مره تانية وهنرجع نتظلم تاني. خلي بالكم فلازم نكون حذرين جدا. انا فاهمه كويس قوي انا بقول لكم ايه، فخلي بالكم كتير من الناس اللي في النقطه دي بالذات، لا علاقات الطرف الثالث فيما معناها برضو، يعني لازم نكون حذرين. طيب بالنسبة لي البرج الجدي في الناس أو مع الناس المنفصلين هيكون في رجوع، في رجوع يعني بالنسبة لك في أبراج كتير هيكون فيها رجوع. طب خلوني أنا أتكلم بقى على علاقتك مع كل برج، للناس اللي هم مرتبطين أو الناس اللي هم منفصلين هيبقى أي أبراج فيها رجوع أكتر.
فانا وضحت لكم الدنيا من وجهة نظر عامة. فلو انت كنت بتعاني من كذا 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 مش هتفرق انت بتتعامل مع برج ايه قد ما بيفرق الشخص او الطرف التالت دي في النقطة دي. لكن الجاذبية انت جذاب كتير لكتير من الابراج، وهنقدر نشوف ده دلوقتي مع توقعاتك في كل برج. مبدئيا برج الجدي مع الحمل، الجدي مع الحمل علاقه هتكون حلوه كتير، فيها جاذبيه، فيها نوع من انواع الانسجام، بس فيها نوع من انواع القلق النفسي شويه. يعني حاجه انت حاططها جواك وهو حاططها جواه، الطرفين انتوا الاثنين حاطين حاجه جواكم لحد ما بيتثبت العكس، او لحد ما يتثبت العكس. العكس ده هيتثبت امتى؟ من بعد يوم 14 في الشهر هيبدا ان انتوا تصلحوا وجهات النظر الداخليه اللي انتوا ما قلتوش بيها. يعني انت لو مرتبط ببرج الحمل يا برج الجدي، انت من جواك حاجه مهمه كتير تجاه الشخص ده بس انت ما قلتها لهوش، ولكن هتبدا تقول لا بعد مرور الوقت، هتقول لا ده الحاجه دي ملهاش صحه خالص، فتبدا انك تشيلها من نافوخك. ممكن تكون غيره او ايا كان ايه هي، الله اعلم. اما بالنسبه ليه برج الثور، برج الثور ان انتوا الاثنين الاغلب في حياتكم هو ليه علاقه او مبني بيه التصالح، ان انتوا عايزين تصلحوا من علاقتكم او تصلحوا علاقات او تصلح حياتكم بعلاقتكم. يعني ان انتوا ترتبطوا ببعض ارتباط يكون قوي، او يكون في مولود جديد، او ان احنا يبقى في ما بيننا نوع من انواع الهداوه والتصالح والحب، او ان احنا عايزين استقرار في حياتنا العاطفيه. اما الجوزاء وبرج الجدي في نوع من انواع اللي كان موجود عدم تفاهم، كان في نوع من انواع الاختلافات، ولكن هيكون بالنسبه لنا شهر سبتمبر قد ايه هيكون في نوع من انواع العتاب او نوع من انواع التفاهم الجزئي لحد ما نوصل لاخر الشهر، فبيبدا معانا التفاهم يكون ليه علاقه باطار رسمي، بعقد، باتمام لعلاقه زواج، او باتمام موعد لخطوبه او لزواج. فعندك ده جدا. بالنسبة لأصحاب برج السرطان، برج السرطان عندنا الحالة ليها علاقة باستقرار، في نوع من أنواع إن احنا بنغير في حياتنا عشان نحافظ على الاستقرار ده، اللي هيحافظ على الاستقرار أكتر ما بينكم أنتوا الاتنين برج السرطان. أما بالنسبة لبرج الأسد، بطلوا عند حتى لو انتوا الاثنين منفصلين كتير، انتوا الاثنين عايزين ترجعوا بشروط، عايزين مش عارفه ايه بشروط، فلازم تكونوا حذرين جدا جدا، لان اخره العند سلبيه. ده لو ما بينكم مشاكل. طب لو ما فيش مشاكل ما بيننا، فيكون في تدخل من الاخرين امنعوه. اما بالنسبه لاصحاب برج العذراء والجدي، تبقى العلاقه حلوه، فيها تصالح، فيها قرب علاقات، فيها نسبه كبيره من المنفصلين بيرجعوا لبعض مره ثانيه، في اجواء اقدر اقول ان فيها حب، فيها تغيير في الحياه، بنغير جو بتغيير مود، في عندك ده جدا، في جو من الكلمة الحلوة. بالنسبة لبرج الميزان، لا ده غزل بقى. يعني برج الميزان انت عندك في غزل، في حب، في رومانسية، في قرب تاني، في رجوع بنسبة كبيرة جدا، في ان انتوا مشتاقين لبعض او منجذبين لبعض كتير، كمغناطة بتجذبوا بعض. برج العقرب، برج العقرب وبرج وبرج الجدي، في حاجه انتوا الاثنين مش حابينها في بعض، معلقين على بعض بالكلام قوي، انتقاديين لبعض جدا، في عيوب يمكن تكون ظهرت من العقرب قدامك يا برج الجدي وانت مش حابب ده، وشايفه ان حاجه سلبيه، حاجه ضغطه. حاولوا ان انتوا يبقى عندنا طاقه صبر لو احنا مشاكلنا بسيطه يعني، فاللي هيكون مشاكله كبيره في العلاقه دي هيكون فيها انفصال. اما بالنسبه لبرج القوس، لا القوس فيه عتاب، يعني في عتاب ما بين القوس والجدي، لكن في نفس الوقت الرجل القوس ومرأة الجدي العلاقة حلوة كتير، وفيها جاذبية، يعني في ان احنا جذابين كتير لبعض. اما بالنسبة لي الجدي والجدي، العلاقة اقدر اقول ان انتوا مش فاهمين بعض، الجدي والجدي مش فاهمين بعض، هتبقوا غامضين على بعض، يعني انتوا مش غامضين على اي حد، لكن انتوا الاثنين غامضين على بعض، بس غامضين وعايزين استقرار، ده اللي بيعمل قلق شويه. بنحافظ على استقرار بس في مسافه في النص ما بيننا، انت بتخلص المسافه دي في اخر الشهر، لانك هيكون عندك جرأه في الكلام وان انت تعاتب وتقول على المسافه دي انك مش حاببها، ويحصل فيه ان احنا بنفتح التفاهم قدام بعض، يعني بنتفاهم بالعافيه. اما بالنسبه لاصحاب برج الدلو، الدلو والجدي لا علاقه حلوه كتير خلال الشهر، فيها نوع من انواع الاستقرار، المستقبل، بكره اولادنا، من الاخر بنبص لبكره، بنبص للدنيا بتاعتنا تبقى عامله ازاي، بنبص للتخطيط اللي احنا عايزين نخططه في المستقبل يبقى دنيته عامله ازاي. فعندك ده جدا جدا، شايفه ان العلاقه دي مميزه على فكره كتير، مع ان الدلو لا علاقه حلوه، وخاصه بقى مرأة الدلو ورجل الجدي علاقه احلى. والله. المهم بالنسبه لاصحاب برج الحوت، برج الحوت احنا عندنا الحوت مع الجدي في شراكه، يعني في خطوبه لا بننقلها لزواج، في اتفاق عاطفي، في امر ما مهم جدا، في مولود جديد في العلاقه دي. فزي ما قلت لكم
زي لو ما قلت لكم قبل كده، او الناس اللي متابعه مع الابراج التانيه اللي مش فاكره انا قلت ده فين في انهي فيديو بالظبط، بس قلته اللي احنا عندنا شهر سبتمبر قد ايه هو حلو على كتير من الابراج، عاطفيا على كتير من الابراج، في حاله من البهجه والسعاده والتغيرات الايجابيه، يمكن عالميا مش قد كده، عالميا حلو على ابراج عربيه، يعني مش هقول لكم. المهم انا بشكركم كتير، بتمنى لكم ان انا اكون فدتكم، بتمنى لكم الحب والرومانسيه وكل الامور الحلوه عاطفيا ليكم يا برج الجدي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.